مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا المهرجان، مهرجان المرموم والتراثي الذي يحمل أسماء وشعارات توافدت من كل حدب وصوب بانطلاقة شوطنا 18 المخصص لفئة الجعدان المهجنات الأصايل. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين، لجميع القادمين الباحثين عن الفوز والانتصار. الذيب يتقدم، اللي يقدم لنا الذيب عامر بن محمد بن زايد المنصوري يتقدم مع بداية هذا الشوط مع المركز الأول. المركز الثاني يتقدم فيه الواصل، والقادم هو أيضا نسناس راشد بن دعيفس بن علي القاطري، يقدم على المركز الثاني. المركز الثالث واصل وقادم ايضا المتسلل ضايج احمد بن علي بن سالم العمري، يقدم لنا ضايق. المركز الثالث هناك الوصول مع عزام فالح بن ياسر بن فالح الشامسي، يقدم لنا عزام. رابع المراكز هملول سلطان بن مهير بن عبد الله بن محيان الاكتبي، يقدمها بهذه اللحظات. الحذر قادم، علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي يقدم لنا الحذر مع هذا الشعار المميز الذي صال وجال في ميادين السباقات. ايضا المركز السابع وصول وتقدم من قبل راهي حمد بن سالم بن حمد بن يطبع العامري، يقدم لنا راهي على المركز السابع. المركز الثامن يصل هنا الشرس احمد، يقدم لنا الشرس عبيد بن محمد بن ذويب العامري، يقدم لنا الشرس بشراسة هذا الشعار، بشراسة ايضا وقوة هذا الشعار المتسلل بهذه اللحظات. وايضا وصولا وتقدم مع شعار مميز وجميل مع متوكل محمد بن علي الجابر المري قادم، وايضا وصول مع انطلاقة متعب عمر بن سليمان بن سلامة الفهيد الجني قادم بهذه اللحظات. ايضا الوصول مع ايضا القادم جلمود محمد بن عتيج بن شامس العامري يأتي على المركز العاشر. هذه الأسماء المتقدمة والشعارات الرائعة الجميلة، ولكن يا الرميثي من يقدم لنا انطلاقة الحذر؟ علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي يتقدم مع انطلاقة الحذر، مع المركز الأول. يا علي يا بن خليفة يا الرميثي مالك الحذر، ركز بهذا الشوط. الجماهير تطالب بالفوز والانتصار مع بداية هذا الشوط. المركز الثاني القادم راهي حمد بن سالم بن حمد بن يطبع العامري، يقدم لنا راهي يبحث عن النقطة الثانية لأبناء مدينة العين. المركز الثالث تسلل أيضا القادم والواصل أيضا لهب خليفة بن سلطان بن رشيد والندى، اول ندى للهب. ايضا الوصول مع انطلاقة شعارك يا بن معتوق محمد بن معتوق بن شامس العامري، يقدم لنا جلمود والواصل ايضا والقادم والمتسلل بهذه اللحظات. واقتربنا الكيل الخطير، وصلت الاسماء، وصل ايضا شعار
أريس يصل راشد بن علي بن رشيد الكتبي ابناء المرة غادمين غادمين مع أريس ولا سامي قادمة ولكن بن رشيد قدم الجديد قدم ما هو جديد مع المركز الأول ما شاء الله تبارك الله. إذن هذا هو لهب إذن هذا هو لهب بالشوط الملتهب بالشوط المنتهب لأبناء جميرة. سلام يا جميرة سلام سلامي عليك يا بن رشيد يا خليفة يا بن سلطان يا بن رشيد. مع الفوز والانتصار راح بن رشيد راح إلى الفوز لأبناء جميرة كما عودهم بن رشيد كما عودهم بن رشيد بما هو جديد باكتساح المركز الأول بالفوز والانتصار. سلامي عليك يا أبو مانع سلام يا خليفة يا بن سلطان يا بن رشيد يا السويدي. من ينتزع الفوز والانتصار؟ سلام يا جميرة سلام يا جميرة من الأولى إلى العاشرة مع الفوز والانتصار. تهانينا والناموس الخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي على الفوز والانتصار وعلى انتزاع لهب للمركز الأول. المركز الثاني لمحمد بن معتوق العامري منته مع المركز الثاني أو المركز الثاني علي بن خليفة الرميت. المركز الثالث محمد بن معتوق العامري. رابع المراكز اللي وصل على المركز الرابع مغامر المطر بن محمد بن دحروي العامري. خامس المراكز اللي وصل هو أيضا على المركز الخامس الكايد جابر بن فهيد بن محمد بن زبدان المري. تهانينا والناموس لمن قدم وانتزع المركز الأول لهب خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. ساعة وصول إلى خط نهاية معلن الفوز والانتصار توقيت 7:24 وفاء وتماما مهديا أبناء جميرة الفوز والانتصار كما عودهم بن رشيد بالفوز والانتصار. سلام يا بن رشيد سلام يا عاشق السلالة الشاهينية. المركز الثاني الحذر العلي بن خليفة بن عبد الله الرميثي توقيت 7:27 أربعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لك يا أبو خليفة قدم عرض يشكر عليه اللي احتل المركز الثاني. المركز الثالث لمحمد بن معتوق بن شامس العامري توقيت 7:00 وأيضا 7:25 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا.